السلام عليكم. اليوم نروح عندك الولاية الطارف لنتكلم عن المشروع بتاع الطريق السيار شرق غرب، اللي إلى حد اليوم ما زال لم ينتهي بعد. إذن نروح للمنطقة بتاع الطارف اللي نقف على الجزء يعني اللي ما تبقى من طريق السيار شرق غرب، وهذا الجزء يقع ما بين طارف كما قلنا ومدينة عنابة هنا. إذن هذا الجزء هذا اللي في الحقيقة الأشغال وصلت إلى تقريب يعني 90%، بقيت إلا بعض الأجزاء ما زال لم تنتهي. وكذلك للعلم، بعد نهاية الفيديو هذا تاع الصورة تاع جوجل ايرث، سوف نوفيكم بآخر الصور تاع الجزء هذا تاع طريق السيار تاع الجزء هذا. إذا هنا بقيت بعض الأشغال تاع مثلا المدخل الرئيسي. هنا المدخل الرئيسي اللي راح يمد المدينة تاع الطارف، وهنا نشوف الجزء نتاع طريق السيار اللي ما زالت فيه الأشغال. هنا نلاحظ أنه الأشغال ما زال لم تنتهي، وهنا على حسب ما نشوف فيه أشغال نتاع الجسر ان فيادوك، ويكون فيه يمد الطريق نحو مدينة نتاع الطارف. وكذلك للعلم نأكد أن الصور هذه اللي عندنا تعود إلى 6 أشهر ماضت، يعني عندها 6 شهور هذه الصور هذه. وهنا نشوف انه حتى هنا في مدينة طارف اللي تبعد حوالي 60 كيلومتر على الحدود التونسية، ما زالت يعني الاشغال فيها يعني تاع البيساط تاع الطريق هي مخدومة. بقية بعض الفنيات المنشآت الفنية اللي ما زال من لم تنتهي بعد. وهنا نشوف الخط الأصفر هو الخط نتاع الحدود التونسية اللي سوف نشاهده هنا. هل ما نشوف هنا؟ نشوف أن الطريق مستغل من الجهتين، وحتى الإنارة العمومية موجودة. نشوف الأعمدة تاع الإنارة العمومية موجودة هنا في الطريق هذا. إذا هذا هو الوضعية تاع الطريق. نقدر نقول بلي الأشغال تقريب منتهية تقريب 95%، وما تبقى قليل جدا. وهذا الطريق هو عربون محبة وثقة وإخاء وأخوة للشعب التونسي. لازم على التونسيين أن يفهموا هذه هي اليد الممدودة نتاع الجزائر لتونس. هذه هي الأواصر الحقيقية في الميدان اللي من الشعب الجزائري إلى الشعب التونسي. ما بقي للتونسيين إلا أن يتمموا الطريق، لأنه هذا سوف يكون أفضل طريق للتواصل ما بين الشعوب، أكثر من الطائرة وأكثر من القطار وأكثر من أشياء كثيرة. إذا ونفس الشيء يعني الطريق موصول يعني من الجهة الغربية إلى الحدود المغربية. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، وأترككم مع الصور. صحة رمضانكم وصحة صيامكم، والسلام عليكم.